بتدور على ايه؟ بدور على اي هديه في اي بتاع. لمين طيب واحنا نساعدك؟ لكل لخالتي، هيكون لمين يعني؟ هيكون لمراته فعلا. ايه اللي انت يعني يجيب لصاحبه؟ احنا بنجيب هدايا لمين؟ المشكله ما ممكن يجيب لباباه لمامته لابنه، يعني لازم الهدايا تبقى لمراته. مش هتبقى فيها تفكير قوي. هو عيد ميلاد ماما على الابواب. اه بس يعني لا، انا في اللحظه الحاليه بدور على. طب قول لنا اوبشنز واحنا نختار، يعني قول لنا مثلا انت منور يعني في نظاره، في بلاي ستيشن. هي بتحب ايه؟ ما انا اجيب. لا لا، ثانيه واحده، بيقول لك نظاره بلاي ستيشن، ده عايز يجيب هديه واللي يستخدمها. يعني هو عايز يجيب هديه؟ لا اكيد النظاره انا مش هستخدمها، البلاي ستيشن عشان نستخدمه سوا. طب ايه كمان؟ معلش اوبشنز ثانيه. في كبه، كبه مروحين، مروحين عارفها؟ ايوه في كبه مروحين، وفي وفي كبه رز برضه عشان هو يستفيد، عشان هو ياكل. عارفه الباكج اللي بيبقى فيه رز وباستا وبتاع زي علبه رمضان كده برضه كرتونه رمضان. طيب عندك ميك اب سيت مثلا، بيرفيومز لذيذه؟ ده انا اكبر عدو للميك اب اتخلق في الوجود. اوكي انا بكره الميك اب. طب خلاص بقى، انت بتكره الميك اب بتحبه ولا لا؟ حزام تويز، اجيب لها باز لايتير. ايه ده بتاع باز يطير؟ اه بتاع باز يطير اللي هو بالعربي برضه يلعب بيها. هو كل الهدايا كده مش ليها يا جماعه. اجيب لها دامبلز. ده كده لا، ده كده معناها وحش انت تقول لها خسي بس بشياكة. عيب. لا طب بقول لك ايه، مفيش كارد اللي هو فاوتشر كده تروح تعمل بيه حاجات مثلا في سبا؟ لا لا لا، سوا بحسه سبا مين يا حاجه؟ سبا ايه بس في اليومين دول؟ من الاخر دي ظرف ابيض في فلوس. طب في الماركتات والحاجات الكبيره دي عامله كل واحد عامل لي عيد ميلاد مش عارف مين. ده لذيذ برضه. والعيد ميلاد بقول لك هي كب ام روحين، ولا عشان ما نقعدش نهري كتير جيب الشاشه اللي هي منها فيها دي. ما استنى بس، الحلقه النهارده هتعجبك قوي. يبقى حلقه ايه بس؟ استني انت، حلقه ايه؟ هنخش على الحلقه؟ هنخش على الحلقه عشان احنا نتكلم في الموضوع ده. والناس بقى تشاركنا بقى، يقول لك ابوب بقى يجيب لمراته وبتاع، دي اسرارنا كده عادي؟ عادي يا باشا. اكتبوا لنا في الكومنتس هات مراتك كده. ممكن يجيب ايه لمراتك؟ ماشي ماشي، يلا بينا. عيش سعيد لون حياتك بايدك، عيش سعيد وشوف اللي في ايدك، عيش سعيد املك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب بتقدم هتشوف ارباح، 24 ساعة ليلي او غموعك، يلا بينا هنعمل ايه؟ دم دمتك بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد، عيش سعيد، عيش سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل اللي بيتفرج على اي تي سي وعلى برنامج عيش سعيد بس. برنامج ده بس. انت بالراوي ليه كده؟ الله بقى بسوق للبرنامج. بسوق للبرنامج. لا والاخواتنا برضو حبايبنا. ايوه اخواتنا كلهم حبايبنا. يعني ما عنديش مشكلة بس اتفرج على البرنامج ده بس. انا متعصب من بعد طالبة معايا. انا عيش سعيداوي قوي. قوي. عشان يفكوا كده معانا ويغيروا المود. يعني هم بيفكوش ما بيفكوا. يعني احنا برنامج يهدف. افكوهم. للسعادة. نعمل تحدي الفكاكان. ايوه. مساء الفل على كل اللي بيشوفونا، وطبعا بمناسبه اللي بوب بيقوله لازم افكركم ان احنا من الخميس للحد الساعه 3 الظهر. استنونا برضو على يوتيوب، هتلاقوا لينك الحلقه بينزل بعديها بساعتين. دي حقيقه. ايه عندنا النهارده حاجات لذيذه قوي. ده احنا بصي، ده اوعى بقى. بصوا يا جماعه، احنا عشان احنا بنحب الالعاب وبنحب الهزار والضحك، فان شاء الله كمان الحلقه النهارده بقى تبقى العاب اكس برو بلس. يعني في العاب انا مستنيه اصلا علشان اشتغل ايهاب. ايوه يعني. بالظبط. لا العاب الاكس برو بلس دلوقتي بقت ب 60000 جنيه. يعني لعب الالعاب دي كلها. لا ما دي العاب عيش سعيد ببلاش، هي العاب لذيذه. يعني العاب ان احنا نلعبها مع بعض ونسلي بيها بعض، وانتم كمان ممكن الالعاب دي تلعبوها كده مع اصحابكم النهارده. غير ان احنا عندنا لعبه طبعا اعرف صاحبك الويل اللي بتشوفوها بتقعد تلف، ونقعد نسال بعض ونحرج بعض وندوس على الوتر الحساس لبعض. عندنا كمان موضوع في لعبه، يعني هو موضوع لعبه هنتكلم عن ايهاب. احنا النهارده انا وسهى هنعمل عليك كومبينه. يعني الحاجات بتاعت البنات هل انت تعرفها؟ يعني هنسالك في حاجات تخص البنات هعرف. وانت تسالنا في حاجات تخص الرجاله. هعرف. نشوف احنا نعرفها ولا ما نعرفهاش والعكس. انا عارفها. هنشوف المايك. واحنا برضه هنعرف الحاجات بتاعت الرجاله، ما تقلقش. مش هقول لكم عليها. لا انت هتسالنا انتوا هتعرفوا ده ولا لا، واحنا هنقول لك نعرفه ولا لا. أيوة. يعني مثلا يعني ايه اوف سايد مثلا؟ تسالنا يعني ايه هو ده؟ بس ده كفايه. ايوه. طب انا عارفاه.
ماشي 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 لما نوصل لها. ماشي. والنهارده كمان هنتكلم مع الناس عن المطرب المفضل ليك، يعني الاغاني اللي انت بتحبها والمطرب اللي انت بتحبه، وهل ممكن تسمع اغنيه مش حلوه لمجرد بس ان هو ده المطرب المفضل بتاعك فهعدي له اي حاجه هينزلها والله لو هيكح في شريط اسمعه. فده الموضوع اللي هنتكلم فيه مع الناس في الشارع ان شاء الله. طبعا انا عارفه انت هتقول مين. ايوه انا عارفه انت هتبقى بتختار مين طبعا. طبعا يعني ده اساس لازم اختاره يعني، بس لما نيجي لوقتها برضو. كله اولاد النهارده. عارف اللي كله بأوانه، كله بأوانه. وعندنا ضيف برضو النهارده يعني جامد جدا للناس بقى اللي هم بتوع الافلام بقى سواء عربي او انجلش وبتاع، وعايز تعرف ده ايه ميته، ايه نظامه قبل ما تخشوا او ما تخشوش تماما او ما يعديش عليك او الله ايه الحلاوه دي. معانا بتاع الافلام، معانا احمد كمال النهارده هينورنا. طبعا اكيد انتوا متابعينه على التوبيوب وعارفين ان هو جامد، فان شاء الله هتتبسطوا معاه جدا ان شاء الله. متحمسه. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نبتدي حلقتنا.